الشيخة تراكس تثير الجدل من جديد بعد تواجدها مع عراقيين في تركيا. نشرت الراقصة فاطمة الزهراء الملقبة بالشيخة تراكس صورة لها رفقة فنانين عراقيين في تركيا عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وخلقت تراكس الجدل من جديد لحظة ظهورها مع الفنانين رعد وميثاق معلقة على الصورة بكلام جاء فيه: لقائي مع الفنانين الرائعين رعد وميثاق، أنا من عشاق أغانيهم الرائعة، عندي ذكريات معها. وحازت الصورة على آلاف الإعجابات، فيما تباينت التعليقات حول معجبين بالصورة ومستهزئين بضخامة أجساد تراكس والفنانين العراقيين. وجدير بالذكر أن تراكس تقيم حاليا حفلات في دولة تركيا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.